هو شال عشرة. السلام عليكم. بصراحة غايبت عليكم بزاف بزاف، شي 3 جو غادي ما لاحيت شي طراك، دونك كنت كنرتاح شوية عيس من هذا الروتين ديال الرياكشن اخوتي. واليوم تفكرت واحد الصات هي ما يقول لي اعمل الرياكشن على واحد الرابور اتصات هذا السعودي، تحية ليه من هاد المنبر، هي ما يقول لي اعمل الرياكشن على التراك ديال كلاش اللي اسمه داعس، اعمل عليه اعمل اعمل. ولكن كنت كنسبق التراكات ديال الاخر جو بطبيعة الحال، عاد ديك الساعة ندوزو التراكات قدامي. دابا غنمشيو نعملو الرياكشن ديالنا لهاد التراك هذا، وغنتنتظرو جميع بحال دايما واحد اللايك واحد سبسكرايب واكتيفي الجرس باش يوصلك لي نوتيفيكاسيون ديالي، ونبداو التراك ديالنا على بركة الله. وراح هذا الدراك لما بدا التراك معروف عليا كنتسنى حتى كيسالي التراك مرة الدراري، عاد ديك الساعة إلا أنا ماشي تعليق ولا عنزيد شي إضافة ولا شي حاجة، يعني في وسط التراك عاد تشوفوا غير الرياكشن ديالي الدراري، ما نهضر لا على من كلاشا ولا الكلمات اللي فهمت ولا أي حاجة، عاد تشوفوا غير الرياكشن ديالي الدراري. أوكي نعز اوكي داعس يا اوكي. انا تحدى واحد فيهم يجي ويتكلم امامي، ما غير اعشق سلاحي واستحجزته قدامي، الرابر الراب المهياب رابر عصامي، ابقى عليهم العم لما تتحلى العظامي، زعامة الراب السعودي ترضى ولا ما ترضى غصبا عن امك هنا في حال وجودي، هذا الكلام ما في نقاش، لان اليوم اسال في الشارع تسمع راب يردوا قصدك كلاش، تسال ايش اللي صاير احنا باقين على اعدائي داعس هم تحت رجولي واطين، تحلق من التفين لو قصت حست وحست وفست وحست على القمم وهم متفرجين، كل ما امشي لا بزاف اسمع 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 تفين لو قصت حست وحست وفست وحست على القمم وهم متفرجين، كل ما امشي في طريق تعلقوا بطرف ثيابي وانا طبطب على رؤوسهم والناس تحسبهم كنابي، اساساتهم هشة اطحنهم طحن انثرهم رماد في الساحة واكنس اشلاءهم بالمقشة، اساساتهم هشة اطحنهم طحن انثرهم رماد في الساحة واكنس اشلاءهم بالمقشة، مبزرة رباتهم مسخرة عكس رباتي المفخرة، رباتي انا تمشيهم على المسطرة حتى الفرخة المحلوة يقول قلبي حجر، يا بزر امشي ارجع احط امك كاللاعب معي خطر الدراري هارب بزاف ماشي نعاود اسمع تبقى واحد منهم تترفس تبكس اقرب اقرب ترى متونس تبغى تتدعس وجهني فيس تو فيس يرجع راسك مكس بس كوس بيز هنا مين يتنفس تبقى واحد منهم تترفس تبكس اقرب اقرب ترى متونس تبغى تتدعس وجهني فيس تو فيس منكس اوكي ويت ويت شوف الخط واحد منهم تترفس تتبكس ما تونس تبغي تستعس تستعس يعني هي يجبد فيك بشي بكوكا ولا بشي بلوك هذه هي تستعس الدراري ما تونس تبغى تدعس وجهني فيس تو فيس يرجع راسك لا وجهني فيس تو فيس يرجع راسك منكس معروفه الدراري باينه واضحه عرفتوا ليش ما في نت لاني كل ما طالع في واحد معاديني يطلع لي مستجد نت من جد انت مستعد يلا عد خلينا نشوف مين فيهم معي شد خلك رجال تعال قدامي سوي كان ستار وربي غير تتربط هنا وترمي في الشنطه يدخل بهذا النويت هادي عنده الصوت حلو والله فلو ديالو واعر رجال تعال قدامي سوي كان ستار وربي غير تتربط هنا وترمي في الشنطه هذا لو فيكم رجال اما في الراب انا داعس على الجميع في كل الاحوال مع الدراري يعني انا ساطم على كل شيء في الراب فهمت بالرجوله الدراري السان ديالو واعر بزاف والله انا في الراب السعودي كنعرف غير كنعرف مقود ديالو هو الرابور كلاش الدراري انتم سمعتوا هو اللي كان تسنتوا هذا الرابور كلاش تبغوها بالتاريخ ولا بقوة القوافي تبغوها انجازات ما عندكم عوافي تبغوها بالحفلات طيب ولا بالصيد دورت في سجلاتهم بس للاسف ما لقيت لان اليوم اسمع منهم شكلات على اللحن يعيدوا السنه لو حد منهم جا عندي وامتحن انا المدرسه يا ما تعلموا مني الصبيان اجلد ناس ادعم ناس يدعوا العداوه تعلموا مني الصبيان اجلد ناس وادعم ناس ويدعوا العداوه الان اوكي يعني شحال الناس تعلموا المهم الدراري شحال الناس تعلموا منه وكذا اجلد ناس يعني قصد كلاشيت ناس يعني كلاشيتهم
اوكي عارف الخشب وصل لهب ما هو ضرب وجه انضرب شوف العجب غضت عرب لما تشوف وجهك انعضب ما هو صعب هرج الطرب ارمي جلب سوي شغب بس الصعب لما اشوفك توقف لا يقولون شرب رجع راسك منكس شخص يعرف المهياب راعي الطويلة وانا تبت من الرذيلة ما هي قلة هيلة خطواتي ثقيلة يلمحوني يمسكوا اقرب تحويلة الرمم هم عارفين انهم رمم منهم حاسد ومملوك ومن كان يمسح للجسم جايين يسوقوا المعلمة يلا هش انت وهولا سوي فيكم ملحمة هذولا مبزرة ما فيهم حتى واحد رجال في ميزان الرجال ما فيهم من يسوى ريال ينزلوا دستات في بعض ويضحكوا لبعض ايام اول اللي يغلط ينتبش لما نشوفوا التعب رابرز الحين صاروا نافسوا الخطر يسبك يقول لك يا ككة الراب في خطر يقول لك يا ككة يا ككة وقينا عندهم التريب حلي عن احنا يا وقينا ككة معروفة شنية الدليل في حد يقولك يقولوا للعوز تتوين ككة او بالاصح غلابة دا منكم ارانب لا تعيشوا دور الثيابة الهيبة يبقى هيبة حتى لو طول الغيبة كلاشينكوف مجرد اسمه يسبب ريبة ثولة عيبة في الرابل تم الرمة على الخيبة الاسود في العرين جاهزة تستنى صيدة كلاش اك اي موحد انا الرابر كلاش اك اي ديالو هو الموحد الدليل الرابر ديجا عملنا عليه رياكشنات ماشي غير جوج ماشي ثلاثه ديجا عملنا عليه رياكشنات وقديم وانا كنعرف هذا الرابر هذا يعني تبارك الله عليه عنده شي حاجه واعره بزاف الراب ديالو محافظ على التقاليد ديال الراب الدراري يعني ماشي من ديك النوع اللي ما بقاوش محافظين على التقاليد ديال الراب هذه كافيه اللي تخلينا بلا ما نزيدو نهضروا على الصوت هذا حيت عارفينو وعارفين هذا الصوت هذا شنو يساوي ثم سمعتوا التراك وشفتوا شنو كاين التراك كان 2016 يعني 4 سنين دابا دازت 4 سنين ديال الفرق والترك رجعنا تمزقنا له وباقي كيمزق الدراري كما سمعتوا عجبتك الرياكشن ديالي ما تنساش تعمل لي واحد اللايك واحد سبسكرايب واكسيدي جرس باش يوصلك النوتيفيكاسيون ديالي اي جديد يوصل لك انت الاولاني وكاين واحد المشكل في النوتيفيكاسيون الدراري ما الاغلبيه ديالكم كنظنوا غير ما اكسيفيش النوتيفيكاسيون عليها ما كيوصل فيه الجديد الدراري اكسيفيو النوتيفيكاسيون اللي عايشوا في هذا الرياكشن هذا اكسيفي النوتيفيكاسيون باش ان شاء الله كل جديد يبقى توصل به هو الاولاني وسمحوا لي بزاف على الغيبه اللي غيبت عليكم الدراري دونك انا قلت لكم كان خصني عين ارتاح طلع لي فراسي الروتين ديال دابو ساعه نوض صور مونتي راه داكشي كيتعب بزاف الدراري كتب عليكم الكذاب كيتعب بزاف داكشي وانا تعبت صراحه وقلت نريح واحد 3 ولا 2 جوغ اللي ريحت اللي غبرت فيها وهذا هو البلان الدراري نتمنى ما نزيدش نغيب اكثر وبحال دائما دعمونا الدراري وشي كومونتير يفرحنا ويموتيفينا ويخليونا نكملوا وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو